ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة لسؤال الصحراء المغربية لأنه الأغاني النعمان أسالت الكثير من اللعاب واش ما كاينش واليلي فهذاك المطلع اللي غنيت لكم اللي جيب العود نقول لكم ديالي يا بلاد الخير والسلام. شجار الزيتون ديالك منبع الإلهام رجعت الماضي الحنين وعزلت من غام الحاضر لقيتك أحلى نغمة في عودي في صوتي يا مدينة مكناس. الكوبلي الأول تيقول ها حضارة الرومان أكبر شاهد على الزمان زور قصر وليلي بنفسك تتأكد ويبان البرهان. أنا جاوبت خير من بالنسبة لسارة اللي سولتني على مامون. مامون صديقي ومامون اللي تعجبني فيه هو أنه عنده واحد الإلمام بالعلم الموسيقي بطريقة غريبة. أنا أبهرني لما كنسمعها تيتكلم معي بحال محترف كبير ديال الموسيقى. عمل والشراك ما نضدش لأنه هو لا يكتب الشعر وأنا لا أنصح ولو ضد النصيحة. أنا مع عمري ما تلعب دور الواحد لأنه مش يقدر وما نعقلوش ولكن أنا أعتز بصداقته. بالنسبة للوعود بالشباب وجولة ومهرجانات أنا أفكر في هذا الموضوع ولكن ماشي دابا. علاش؟ نقول دابا الحمد لله مازال عندي الصحة الفنية الإبداعية خليني نبدع وننتج ونخرج الأغاني. غادي يجي واحد الوقت اللي نرتاح غادي ندير المهرجان ديالي ومش لازم يكون في مدينة معينة لأن دابا يمكن ندير مهرجان ناجح بكل المقاييس غير على الصفحة ديالك وأنا صفحتي ناجحة بزاف الحمد لله.